السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. احنا النهاردة في شارع بورسعيد، حابين ان احنا نعرض لكم الادوات المنزلية، حاجات كلنا ما بنقدرش نستخدمها عنها لكل بيت. زي ما انتم شايفين الادوات دي كل بيت بيحتاجها طبعا. فنبدأ مع بعض كده نتفرج على المنتجات ونحاول ان احنا نقول لكم اسعارها. اهلا وسهلا مستر مصطفى، ممكن تقول لنا الاسعار كده المنتجات اللي قدامنا ديت؟ سكينه ب 10، 15، 5، 15، 10، 20، 15، 10، 30، 25، 25 دي 30، ودي 30، ودي 50، ودي 75، ودي 35، تمام، ده 220، ودي 35. 35 25 ودي 10، تمام، دي 30، دي 30 ماشي تمام. المقصات دي 65، مصاري 50. كم واحدة دول؟ 3. 3 ب 50. دول الصغيرين بكام؟ 35. 35 معالق خشب 35، 3 3 معالق خشب. قطع بنت 25، شماعات 25، برضه ايس كريم 35، سكينة 6 في 1 ب 55، دي 6 سكاكين، ودول 3 ب 40 جرانيت. دول جرانيت؟ اه تمام. ده مثلا سكين ب 40، ودي مبشرة بطاطس. بطاطس؟ اه 25 مضرب نسكافيه 30. كام مضرب نسكافيه؟ ب 30. واي مقص ب 30. اي مقص من هنا ب 30. تمام. كارت الشماعة 25 فرش. المبشرة؟ مبشرة ب 20، واللعب 50 اللبان 35، هذا العجين 55. دي بتاعت ايه؟ هذا العجين تمام. فرس الثوم؟ اه دي حلوة. دي ب 20. مقشرة دي برضه قطعة البيت 35، قطعة البيت ب 25، 25 اي حاجه هنا ب 35. المنتجات دي كلها اي حاجه منها ب 25. هنا بدايه من ايه؟ من الشماعات 50، نفس الكلام هنا كده. هنا 70، 70 كله هنا 70. طقم المصاف هو طقم التوزيع 250. متشكرين جدا يا استاذ مصطفى. ممكن بقى تقول لنا عنوانك فين؟ سوق التجاري حمام التجاري. سوق التجاري حمام التجاري. سوق التجاري حمام التجاري. تمام شكرا. طيب متشكره جدا.